هاي نسرين، هاي، ازيك؟ الحمد لله كله تمام. منورانا فلايت شو. ميرسي، شكرا ليكي. قولي لي الوجه الاخر، طبعا مبروك عليه، عملتي دور بطوله قدام الجميل ماجد المصري. عرفيني الكواليس، العمل ده كانت عامله ازاي، ردود الافعال اللي جات لك لحد دلوقتي. سعيده قوي بنجاح مسلسل الوجه الاخر اللي لسه الناس بتتابعه او بيتعرض لحد دلوقت. ردود الافعال رائعه جدا واكثر من المتوقعه. احنا بنشتغل وبنجتهد وبنتوقع النجاح، خاصة المسلسل فيه عناصر النجاح. هو مسلسل مشوق، اجتماعي، فيه رومانسية، فيه دراما، فيه تشويق، فيه حالات كده صعبة بتعدي فيها كل الشخصيات، فيه تحديات وصراع كبير. وده عامل حالة حماس عند الناس انهم يعرفوا هيحصل ايه في الاحداث، عشان كله مفاجئ. شخصية سارة من الشخصيات المركبة، اول مرة اشتغل شخصية بالكاركتر ده او بالعالم الداخلي بتاعها. تقدري تقولي عليها هي السهل الممتنع، والاداء بتاعها لازم يبقى السهل الممتنع. ما كانتش سهلة، وعلشان هي الحاجة اللي جواها ما بتظهرهاش للناس الا بعد فتره، وده لمسوه المشاهدين علشان كانوا كارهينها، بس فيها حته انكسار. بالظبط. هم في البدايه كانوا كارهينها وبيقولوا شريره وانانيه وبتعمل كده ليه، بعدين دلوقتي كله متعاطف معاها علشان هم شايفين هي اتظلمت قد ايه، وهي الظروف كانت جايه عليها قوي. فبقوا بيحطوا لها الاعذار وبيتعاطفوا معاها. وفين ما بروح اي مكان بدخله كل الناس عماله تسالني طب هيجرى ايه، قبل ما تكشف مثلا خيانة يحيى وفرح هتكشفهم مش هتكشفهم، يعني يعني الأسئلة دي بحد ذاتها هي اهتمام. شايفة ان في تفاعل مع الجمهور قوي جدا قوي قوي، وفي ناس يعني لا يمكن ان تتخيلي، يعني بشوفهم في المطعم مش عايزين يسيبوني، عايزين يعرفوا هيحصل ايه. طب يا جماعة مش عايزة يعني ابوظ عليكم متعد المتابعة، لا عايزين يعرفوا. فبيبقى عندهم حالة فضول وشغف يعرفوا هيحصل ايه. والمفاجآت من عوامل النجاح طبعا. طبعا، والمفاجآت في المسلسل ده تحديدا هتفضل مستمرة لآخر حلقة.